سلام فراشاتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. جيتكم اليوم بكيكة اسمها الكيكة البرازيلية او كيكة الديسباسيتو. شوفوا كيفاش تجي بزاف هايلة وبزاف بنينة. مقادير هذه الكيكة هي 4 حبات بيض، كاس غير 4 سكر، ملعقة صغيرة فانيليا، كيس خميرة كيميائية، كاس مملوء جيدا تاع فارينة، وزوج ملاعق تاع الكاكاو. نروحو مباشرة الآن لطريقة التحضير. نحطو حبات البيض تاعنا يا البنات. شوفوا بالنسبة لحبات البيض، إذا كان حبات تاع البيض تاعك كبار تقدري تستعملي 3 حبات فقط. أنا غالبا اللي يمت هادو، لو حبات تاع البيض تاعنا كاع صغار على هذيك حطيت 4. ما فيهاش الزيت، ما فيهاش بزاف مكونات، وتجي بزاف 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 بنينة. أكيد راح تعجبكم، جربوها وردوا ليا في التعليقات. نحطوا مباشرة البنات هاي 4 حبات تاع البيض. نزيدوا لها كالعادة رشة ملح وملعقة صغيرة فانيليا. نجيب الضرب الكهربائي يا البنات، نحط كاس الى اصبع من السكر ونخلط المكونات جيدا. هنا يا البنات الاهمية هاد الكيكة، هنا يا الجينواز تاعها البنات لازم طلعوها مليح 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 حتى يبيض الخليط. شوفوا كيفاش طلع معانا، لازمك تحركي مليح. وعلى 10 دقائق هكا كنتي تضربي باش تعطيك نتيجة مليحة وتجي الكيكة تاعك خفيفة. الآن مباشرة بعد ما طلع لك الخليط وبيض وداب السكر هذاك، نحطو الكاس تاعنا تاع الفرينة. كاس واحد يعني مقادير مضبوطة. من الأفضل هنا نغربلو المكونات تاعنا باش تجينا والكيكة خفيفة، ونزيدو 2 ملاعق تاع كاكاو. للأمانة هنا يا البنات أنا حطيت 2 ملاعق تاع الكاكاو، بصح الكاكاو تاعي كان بني يعني، ما عطانيش اللون الشباب اللي حبيته. كيما استعملت من بعد ضفت زدت 1 ملعقة ولا 2 أخرين. نضيف هنايا تاني الكيس تاع الخميرة الكيميائية، نغربلها هي أيضا. فوالا. ومن بعد يا البنات ندخل هادو المكونات الجافة مع الخليط تاعنا، وندخلوها كيما نخدمو لا جينواز من تحت لفوق. انا هنايا زربت المراحل، كنت نخدم بصح بالعقل. شوفوا البنات هنايا، شوفوا لا كولور هذه اللي عطاني، ما عطانيش لون شباب لانه الكاكاو تاعي النوعيه تاعو ما كانتش هكذا تعطي اللون مليح. على هذيك زدت 2 ملاعق واحد اخرين. نتوما لو كان تعطيكم لون شباب 2 ملاعق وحدهم يكفوا. فوالا هنايا هاني زدت 2 ملاعق. كما العاده نجيبو الصينيه تاعنا اللي تدخل الفرن، ندهنوها بالزيت ونرشوها بالفرينه ونحطو الكيكات تاعنا. نجيبو عود هكذا ولا نسقمو هكا بسباتشيلا، ونجيبو عود ونعقبو عليها هكذا يا باش ما تنفخناش جهة وتهبطنا جهة. حطيناها في الفرن يا البنات طيب من تحت، ونزيدو نشعلولها من الفوق. نروحو الآن لكريم شونتيي. راح نديرو كاس إلا ربع تاع الماء مع كاس إلا ربع كريم شونتيي. بالنسبة حبيبتي لكريم شانتيي ترجع للذوق تاعك والذوق تاع العائلة تاعك. تقدري ديري نص كاس، تقدري ديري كاس كامل، تقدري ديري كاس الا ربع انت والذوق تاعك. اذا تحبوا الكريمة بزاف ديري كاس كامل، واذا تحبيها ما تكونش طالعة بزاف ديري نصف كاس. هنايا ضفت ملعقة كبيرة تاع شوكولاتة الطلا، وتقدري تذوبي شوكولا وتحطي نفس الشيء نفس النتيجة تعطيك. الان هنايا نزيدو ندخلو هاديك الشوكولا في لاكريم شونتيي تاعنا. فوالا نمزجوهم جيدا.
تعطيكم واحد الذوق واحد البنة خرافية. والأهم من هذا يا البنات أنه مكونات بسيطة جدا. أنا حبيباتي بعد ما طبت لنا الكيكة تاعنا، شوف ما تاخدش وقت في الطياب بزاف، نتستيها بموس ولا بكوردون، كي نشوفوها يخرج لي المستعي ناشف نعرف باللي طابت. الان نتقبها يا البنات هكا بالفخشات ولا بالموس ونسقيها باش تجينا بزاف طريه وبزاف شابه. شوفوا واش راح نستعمل انا هنايا، ولكن الاختيار تقدري ديري سير وتقدري ديري اي شيء اخر، لكن انا نفضل ديري كما درت انا هنايا. شوفوا البنات انا جبت كاس تاع حليب، كاس الا ربع مش مملوء جيدا. انا هنا استعملت الفلون شوكولا، انتي تقدري ديري الشوكولا تاع الاولاد هذيك اللي يحطوها في يستعملوها في الحليب، تقدري ديري كاكاو مع زوج ملاعق تاع السكر، لكن الاختيار هنايا كيما تحبي. انا كان عندي متوفر الفلون، استعملت حاجه اللي عندي في الدار، ما حبيتش نروح نزيد نكسر راسي ونشري شوكولاتة على الاولاد ولا نشري حاجه اخرى. استعملت هذا، دوبتها مليح 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 وصفيتها باش ما يقعدوليش حتى كتولات هذوك في الكيكه تاعي، وسقيت بها الحلوه تاعي. ما تسحقش بزاف، تسقى بزاف كاس الا اسبوع يكفي، لانه هذيك الكريمه راح تطر لنا الكيكه تاعنا. فوالا هنايا الكيكه تاعنا سخونه والحليب يكون دافي برك شويه باش يذوب لنا هذاك الشيء اللي حطيناه في سواء نحطوا كما قلت لكم كاكاو ولا بودره شوكولاتة على الاطفال ولا الفلون كما درت. فوالا هاي تشربت الكيكه تاعي، خليوها هكا شويه تشرب مليح ونرجعوا لطريقة تزيين الكيكة. نروحو الكريمة تاعنا نحطوها نطليو سطح الكعكة تاعنا. فوالا قلت لكم كيما تحبو هنايا لاكريم شونتيي تحطو على حساب الرغبة تاعكم. بعد ما سوينا السطح البنات، انا هنايا جبت نفسها شوكولاته الطلاء هذيك نفسها هكا، دفيتها شويه في بان ماري وحطيتها في هذا لابوش ودرت خطوط هكذا متقاربه. انت اذا تحبي تستعملي نورمال كما انا شوكولاته طلاء، ولا تستعملي شوكولاته عمينه، ولا تشريها تذوبيها وتحطي وتستعمليها نفس النتيجه. شغل ما تكلفوش رواحكم، الحاجه اللي عندك في الدار استعمليها، ما تقوليش مثلا هي استعملت شوكولاتة طلع لازم حتى انا نستعملها هي، لا لا اللي عندك استعمليه. نديرو هكا خطوط متقاربه، نضل الشكل هذا تقليدي متعارف عليه، قاع تعرفوا ديروه. فوالا الان البنات نديرو نجيبو كوردون ونخدمو مره نهبط هكا لتحت وساعات نطلع باش يخرج لي هذا الشكل تاع الملفاي. عطيناه شكل شباب ومام الذوق اكثر من رائع. فوالا شوفو، طبعا اهم حاجه هنايا البنات انه تخلي الكيكه ديالك تحكم روحها، تحطيها في الثلاجه وتخليها تحكم روحها. تعرفوا لا كريم شونتي شغل تذوب هكذا وكذا، تجبديها عند الاستعمال.
فوالا هنا يا حبيبتي ندخلوها للثلاجة ونخليوها مدة كي ومن بعد استعمليها. شوفوا كيفاش جاتنا ما شاء الله، جاتنا بزاف بنينة بزاف هايلة، وما مشكل تاعها راقي، حاجة بسيطة تقليدية ما فيهاش التعب بزاف، ولكن قمة في الذوق ورائعة، وخصوصا انه ما فيهاش الزيت. شوفوا يا البنات انا كلاولي منها هنايا ما خلاونيش نكمل باش نصور لكم كيفاش نقصها. شوفوا هنايا انا البنات ما خليتهاش شغل، ما خليتهاش في الثلاجه بزاف على هذيك، شوفوا لا كريم شغل دايبه، بصح انتوما خليوها شويه في الثلاجه بزاف، عجبتهم بزاف بنينه. شوفوا كيفاش تجي مشمخه، الله الله هايله. فوالا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم واشتراك في القناه وتعطوني رايكم في التعليقات. تهلاو في رواحتكم حبيباتي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. مع السلامه وصحه سحوركم.